في أسرتين ساكنين في دور واحد، أسرة مسيحية وأسرة غير مسيحية، بس الأسرة الغير مسيحية أسرة طيبة ويحبوا دايماً الست العذراء وكل سنة يصوموا صوم الست العذراء. طبعاً بما أنهم ما عرفوش التاريخ بتاعنا، فكان لازم أن إخواتنا المسيحيين ينبهوا الأسرة اللي جنبيهم جيرانهم، يقولوا لهم صوم العذراء مثلاً الأسبوع الجاي، أو صوم العذراء يوم كذا أغسطس مثلاً يعني. المهم في سنة من السنين كان حصل خلاف بين الأسرتين، فالأسرة المسيحية عدو الخير بيحارب، قالوا مش هنقول لهم صوم العذراء إمتى، فما قالوش لإخواتنا صوم العذراء إمتى عشان يصوموه. قم تيجي الست العذراء قبل الصيام بيوم تظهر للمرأة الغير مسيحية وتقول لها قومي رفعي عشان الصوم بتاعي بعد بكرة. ايه رأيكم بقى؟ لأن الست العذراء تظهر وتقول لهم قومي عشان ترفعوا، حاجة جميلة يعني إذا صوموا مقبول نشكر الله. الكنيسة بتحتفل بالست العذراء بأعيادها، أي قديس أي شهيد بنحتفل بنياحته أو استشهاده، ولو زودنا شوية يبقى في تكريس كنيسته، لو اتبنى على اسم كنيسة أول كنيسة على اسمه بنحتفل بعيد تكريس الكنيسة. أما الست العذراء بقى شوفوا بقى الكنيسة بتحتفل بكم عيد من أعياد الست العذراء. أول حاجة عيد البشارة بميلادها، وده يوم 7 مسرة لما ملاك الرب بشر يواقيم، احنا بنقول لها يا ابنة يواقيم مش كده؟ بشره بميلاد ابنته اللي هي الست العذراء، وبشر حنة ونظرها للرب. يبقى أول عيد للعذراء عيد البشارة بميلادها. تاني عيد الميلاد بقى، عيد ميلاد الست العذراء، وده في أول بشنس. عيد دخولها الهيكل ده 3 كياك، ده كان في الأسبوع الأول من شهر كياك، اليوم اللي دخلت فيه لتتعبد في الهيكل. 4 عيد مجيئها إلى مصر، لما جت العائلة المقدسة يوسف النجار والست العذراء والمسيح، قم خذ الصبي أمه واهرب إلى مصر، وده عيد مجيئها إلى مصر، يحق لي أن أحتفل بيها مش كده ولا إيه؟ عيد نياحتها 21 طوبة، كل يوم 21 من الشهر القبطي بنحتفل بعيد نياحة الست العذراء وبنصلي على مذبح الست العذراء. عيد صعود جسدها للسماء، إظهار صعودها بقى زي ما بقول لكم، اللي هو إيه 16 مسرة اللي بيوافق 22 أغسطس. عيد معجزتها حلة الحديد، عايزين تقروا السنكسار 21 بقونا، لما القديس متياس اتقبض عليه في مدينة بارتوس في نواحي انطاكيا واتحط في السجن، والتلاميذ قعدوا يصلوا من أجل بارتوس من أجل متياس، فربنا أصدر أمر بحل الحديد، يعني السلاسل الحديدية دي ساحت كلها، الأبواب الحديد ساحت، أي حاجة حديد زي كده ساح. فطبعا أفرج عن القديس متياس، فالحاكم استعجب جدا، فلما أفرج عن القديس متياس رجع كل شيء لأصله. ونفس اليوم ده 21 بقونا بنسميه عيد العذراء حلة الحديد، وبنعيد ببناء أول كنيسة على اسمها في فيليبي اللي بنوها بولس وبرنابا. يعني العذراء بتحل الحديد؟ تحل الحديد، بس تشفع انت بيها وانت عندك ايمان، العذراء تمد ايديها وتحل الحديد. عيد زورها في الزيتون ده طبعا حاجة حديثة، واستمر الزور سنوات، قعد معرفش كام سنة تظهر الست العذراء. طبعا ممكن نضيف بقى عيد زورها في بابا دوبلو، كنيسة بابا دوبلو، عيد ظهورها في الورهاء مش كده؟ عيد ظهورها في إدفو، كل دي ظهورات، عيد ظهورها في أسيوط، لذلك الكنيسة بتطوب الست العذراء.